طبعا كلنا ندري أن الكويت دولة منفتحة أكثر من عندنا، ومع ذلك كثير من الكويتيين غير راضين عن ظاهرة الكول اللي انتشرت عندنا بالسعودية. وهذا أخوي بدر من الكويت مو راضي إطلاقا إطلاقا عن الظاهرة اللي صايرة في مجتمع محافظ مثل مجتمعنا. وشو بناطيل طايحة، شعور مكدشة وقلة حياة؟ وين راحت العادات والتقاليد حقتنا؟ وين عاداتنا وتقاليدنا؟ الحين أخوي بدر راح يلقي خطاب، أتمنى تستفيدون منه. اتفضل أخوي بدر. حضرات المستمعين، جاءنا البيان التالي. انا راح اجيله زبي، هذا راح ادخله فيه بشبك جوا واعبيله، لما اخلي نهاره يصير ليله يا حليلو هاشم يا حليلو، لو طح في يدي سربوت يا ويلو، زبي من خرقه ما راح اشيله، وانا لاجلك السخت واغنيله، ما يقدر يمشي مع اللحن دقيقتين، واذا مشي معي يمشي زي المبتدئين حمار، وانا ما الوم والوم الخكر اللي عند بيته يحومه، يتكي معاهم بالساعات، ما في فرق بينهم وبين البنات، هروجهم تلقاها قحيب وسيارات، ما عندهم تقاليد ولا عادات، معجبين بروبي وناس عجرم، الاغاني اللي يسمعوها تجيب البلغم، اغاني مخانيف واغاني خكر، اغاني من يوم تسمعها يقوم الذكر، وهاشم مسوي عليهم زعيم، مخنف معاه مجموعة حريم، انا اقسم لو طاحوا في يدي بيشوفوا مني انواع التلطيم، صورتي نزلتها ماني خايف لاني جينكستا والكل شايف، لكن صورتك خايف تنزلها، دار انك تتناك زي البنت في دخلتها، واكره العصفور وقروب مهردين، نضحك عليكم يا سخيفين، نطقطق عليكم نتونس عليكم نهزئ فيكم يا تافين، لو مسك جوال اخواتكم هل راح الاقي اغانينا انا وكلاش، شي اكيد العنعاركم يحبونا وهالشي ما يبغاله نقاش، زبي لو حطيته في خردك راح تقول يا هاشم يا ابن القحبة ما ينفع الصياح، زبي لو حطيته في خردك راح تقول يا هاشم يا ابن القحبة ما ينفع الصياح، هذا ياهل حد فاصل لا أجامل أنا أبادل، شو رأيك يا هاشم بيني وبينك كل زوي تبادل، تعطيني المسكينة الحلوة دينا، صدقني عيش أحلى عيشة بيدي الأمينة، قول خكر مالهم لا حسيب ولا رقيب، موضوعهم مريب وبنفس الوقت عجيب، من متى كنا نسمع عن فوخ العصفور، سالفة توها جديدة من أقل من الشهور، سبحان ربي العظيم ربي الخالق، خلق الإنسان وخلق الجلب الناقض، وكر العصفور شلة تدفع تذبح بأسامي، أهم اسمين كانوا كلاشن وعبادي، فروج كلاشن ميكي ولا ستار بس الكول، ليش اسمكم عبادي عليكم يقول انتو خمت نواعم كل واحد فيكم مريض، وخكر نسوين دعاية دش الطازج واللذيذ، موطق بلطلي هو موطق المخنة تقول بدون تفكير اكيد الصواري مول، اهم رسالة تهديد لك يا هاشم، حذر دين اللي يجيها مني غزو غاشم، يا كلاب بنطلوناتكم قول قول للعن ابوكم، زبي لو حطيته في خرقك راح تقول يا هاشم يا ابن القحبة ما ينفع الصياح، زبي لو حطيته في خرقك راح تقول يا هاشم يا ابن القحبة ما ينفع الصياح، يا عبادي خلاص ترى شلة خكر عبادي، عندي لك آخر سؤال، اسأل السؤال يقول لك شنو تفضل الكول ولا نانسي عجرم؟ الكول طبعا. طيب لحظة انت اسألني انت وش تفضل، الكول ولا مكوه ناس نار؟ اكيد طبعا اكيد الكول.
طبعا كل